الكرام أسعد الله اوقاتكم اهلا وسهلا بكم عدد جديد متجدد من برنامج الهضره فوت لكن على غير العاده اليوم نلتقي يوم السبت وذلك لانه فريق عزيز على قلوبنا هو فريق مولوديه الجزائر ارتأينا ان نخصص هذا العدد الخاص لهذا الفريق العريق الذي لا يعيش اوقاتا جيده باقل ما يقال لانه يعاني من ازمه نتائج وازمه اداره وانقسام شارخ بين كل الاطراف مشاهدينا سنبدا مباشره مع المحللين والضيوف ابدا بفريد العطاوي اذا رئيس نائب رئيس تحرير قناه قول جريده الخبر اهلا وسهلا بك اهلا بك اخي سعيد انا تواجدي بينكم نرحب بك معنا دائما <applause> الماني فريد <applause> رحبوا ايضا ايضا بزميله والنقد الرياضي ومحللنا هنا ببرنامج نهضره فوت اهلا وسهلا بك رفيق شكرا كريم سعيد بتواجدي يعني قلنا كل اسبوع لكن اليوم على غير عادة نتلاقاو في عدد خاص بالنسبه لمولد الجزائر شاء الله نكونوا في في مساواة يعني تطلعات الجمهور الرياضي انا فريد مع طاوي انا فريد مع طاوي راح نديرو ديال مليح اذا نروحوا للمحللين والفنيين راهم يضحكوا <applause> من نبدا اذا نبداو بحاجة عدلان اهلا وسهلا بك الخير كريم ان شاء الله حصة خاصة هنا كنا خاصين نتمنى نكونوا في الموعد وعدنا نضيف مودريت مقبل في برنابيو اليوم معنا. خلينا هو الاخير ناصر بويش الرائع ناصر بويش من مولودية الجزائر لانه انت اليوم صاحب الضيافة والارض انت اليوم صاحب الفريق لانك الاخير لازم تكون انت صاحب الدار وترحب بنا كامل اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا بالجمهور اليوم معنا اليوم حاضر. ان شاء الله بهذا العدد الخاص نكونوا في المستوى كما قال رفيق ان شاء الله نكون في, في المستوى يا راكم. راكم. ده ده اليو ده اليوم انت راك يعني لازمنا نديو من عندك حاجه مليحه خاصه انه الفريق فريق مولود الجزائر انت عضو يعني وانت يعني مسؤول الفئه الشبانيه ايضا يعني في فريق مولود الجزائر نتمنى انه تكون تصريحات يعني في المستوى ونشوفوا يعني الحقيقه من داخل البيت ان شاء الله ان شاء الله مشاهدينا الكرام دون اطاله نتكلم حول الموضوع الاول حتى نترك ما تبقى من البرنامج تحت المجهر الى الواقع الذي تعيشه مولوديه الجزائر خاصه محليا بدات يعني افريقيا ثم توصلت الى يعني المهازل حتى لا نقول انه ايضا فضائح على مستوى التسيير وايضا على مستوى النتائج نبدا مع البطوله العربيه واول يعني الفريق تاهل رغم صعوبة المهمة إذا تعادل سلبي يعني صعد به إلى الدورة 16 إذا معاد نمرودي كان حاضر أمس بملعب 5 جويليا يعني وعادلنا بالتالي المولوديه ما حققنا الانتصار اليوم انا بالنسبه لي انتصار الاولى تاهل لو سجلنا ثرب الجزاء حيكون منعرض المباراه كما مباراه تاع يعني الصيف نقولها أه ونكررها مره اخرى النادي. ما دام الجمهور ما يتساعدش النادي اللاعبين ما حيتحروا نفسيا والمقبوليه حتكون صعيبه السؤال الثاني أه بالنسبه ل المدرب رونا كوربيس المعلومة عطيتها لي يوم مرحبا به في الجزائر مرحبا به في النادي المولود الجزائر إن شاء الله يجيب الإضافة وعنده عنده خبرة كبيرة و السؤال الثالث نكمل مع نادي والله نقولها المرة الأخيرة أنا مع النادي أنا أشتغل في النادي بعد كل مقام مقال بعد مباراة هذه عندنا اجتماع مع النادي ولكن كلمة لكن ما في ما في كرة القدم ولكن لو استطعنا في الشوط الأول نضغط أكثر ونكون شرسين أكثر على الكرات الكرات الثانية أو لأن اعتمدنا على الكرات العالية كان بالإمكان أفضل مما كان. إذا رغم أن النتيجة كانت سلبية إذا مولودية الجزائر تعبر إلى الدور 16 أمام الرفاع البحريني نبدأ مع نصر بوش نصر بويش فنيا المقابلة لم تكن يعني بمستوى عالي خاصة من جانب مولودية الجزائر يتواصل يعني الأداء الباهت خلونا نكون أكثر واقعيين فريق البحريني خلق صعوبات جمة في بعض الأحيان كان الأخطر في بعض الأحيان كان الأحسن لما سي فري اللقاء لما في فيه دراسه حقيقه في بعض الاحيان فريق البحريني تاع كان احسن الاستحواذ على الكرات كيفيه خروج بالكره حتى ولو فولودير كان كان لقاء اول في البحرين والمولوديه فازوا بتين واحد كان تحت قياده كازوني اللي كانوا مازال على راس الفريق الفريق حقق نتيجه ايجابيه في المنامه ابري يا لو روتور في الماتش هذا وين شفنا حقيقة انه اللاعبين نسون با الاز يفو دير اللاعبين تكنيكمون بتات انديفيدوالمون كانوا شوية بعاد على المستوى تاعهم كوليكتيفمون كانوا أكثر انكور بلوس بعاد على اللقاء بصفة عامة مي جو بونس كو الفريق البحريني اللي حتى ولو ما كانش خطير في نعم. في ديفون البيوت ولا في لي 20 ولا 30 ديرني متر لكن عرف كيفاش ربما يمتص ستادير لونفي تاع اللاعبين تاع المولوديه لكن كما قال بالخير انه لما الجماهير يفو لو دير تلعب في ملعب خمسة جويليا الجماهير ضدك في بعض الاحيان ضد الحارس فريد شعل نظن انه يفوت شابو اللاعبين باش قدروا يلعبوا اللقاء هذا لانه لما يكون جماهير كلها تشتم فيك شي صعيب شي صعيب باش, باش تلعب كما ينبغي كانك تو فو تو فو نو لما تكون هذا نعم. لا سونساسيون الحاجه وهناك يعني انت كلاعب like يعني عشت ماذا بيك الماتش <ook> يخلص حتى ولو كان فيه تاهل او بوت لو بوت سيتي هو التاهل والفريق تاهل لكن لونفيرونمون تاع اللقاء هذا ما سهلش اللاعبين باش يقوموا بلقاء في المستوى نعم حاجه نضرب نظن بلي سيتي لوكازيون سي لي جوار باش يعاودوا يتصالحوا مع الانصار وحده في ميم ليهم هما باش تعاود تولي هذيك لا جوا تجوي انا صراحه كنت نستنى في اداء ينسيب احسن اون اداء احسن وبالك كان سكور لارج نجي لوكازيون وتلاقيت ب برفيق صيفي حتى المدرب حتى المساعد المدرب وكامل القايس سعيد أه تكلمنا هكذا في بالك خمس دقائق بعد ولا قبل المباراه قبل المباراه لا البارح وين انا صراحه قلت لهم ان شاء الله حيتربحوا ب 4 0 باسكو الواحد يكون صريح ياك لما تشوف الكره البحرينيه والكره الجزائريه كاين فرق وشنو الحقيقه تاع الميدان راهي حاجه اخرى ناصر تكلم على نقطه حساسه وين مثال بركا اليوم اتحاد العاصمه غير دخلوا الميدان ملعب بولو غير نصطاد كاع يصفق عليهم سي تري زابورتون سي بلون سيكولوجيك وحنا آه اللاعبين تاعنا سون تري فراجيل سي بلون سيكولوجيك هذاك لو اللي, اللي داروا لهم ربحوا 3 0 بليتو 3 1 من 1 باردون صح نصر مولوديه ملي شوف ما بدا الشتم من نعرفوا دوك المناصرين بصفه عامه المناصرين من ما سمحولهمش لهمش لي دو ديفات وتسع اهداف في زوج مباريات مم. حتى الاداء ولي زوبجيكتيف تاع الكلوب والبيع مم. بيع وشنو رفيق يبيعو لهم الوهم الوهم خلي رفيق يرد نضرب بي سيتي لوكازيون لما تشوف انت ان ديفونسور ولا ميلو تيرا اللي ما يقدرش يدير باس تاع 3 متر مم. تحس باللي ماهوش ماهوش في الامكانيات تاعو خاصة البسيكولوجيكية وسيرتو لاتليت لما ما يكونش سي لو بلون بسيكولوجيك وهذا ما يبررش على كل حالة الببليك كان يقدروا هما يرفعوا المستوى هما يعاودوا يردوا يصفق عليهم <applause> باسكو سان جوي حنا نقولها دار الشرع من زمان على كل حال سيتي جوار دو دو بروند لو ريسبونسابيليتي انا نشوفوا باللي سون فراجيل والفريق الخصم صراحة اوفيرا ما يزيد الماتش يمشي

متحسب تحس باللي الفوج الفوج مريض الفوج مريض نعاود نرجع للتقنيه ثم نرجع للصحفيين فيما بعد شفنا اخطاء يعني فنيه كثيره داخل الميدان يقف يفقدوا الكره بسرعه يعني خلينا من الجانب النفسي كيف قال الحاجه لان كانوا قادرين يتصالحوا يعني مع الانصار في هذه المقابله شوف والله غير كانت فرصه هي اللاعبين باش كما قلت يرجعوا للجمهور الجمهور تاع مولوديه لما تقنعوا تقنعوا باللعب هذاك اللي يحبوا الجمهور تاع مولوديه تعاود تكسبوا تكسبوا تجيبوا من جهتك لكن قلت لك سور لو بلون بسيشيكي مونتال اللاعبين اي سون تري لانه يا با يو دي رياكسيون و بلوس لو ماتش بدايا ربما كانت فرصه الاولى تاع بورديم yeah. ولا فرصه الثانيه ايضا تاع بورديم في الشوط الثاني باش تشوف انا المونك دو كونفيونس نظن انه اللاعبين ضيعوا فرصه باش بور ريكونسيني مع الببليك تاعهم حتى بعد تضيع ضرب الجزاء غير ضيع ضرب الجزاء شفنا بلي شغل كانه داروا بلاتين كوموند بوز داروا كاع شغل حبسوا نو كون برانسيب سي يافي دي دي فري ليدر على انتيرو دو جروب ولا الناس اللي عندهم شخصيه وكاريزما تم اللي تعاود تي كيفاش تعاود روموبيليزي الجروب نعم no, تاعك no, no. نعم يخل... no, no. مازال مازال الفكره هذه قلت له فرصه ضاعت بوغ سو ريكونسيلي افيك لو بوبليك لانه اللي يفو دير لادفيرسير نيتي با pas... no. يعني no. اه وي لادفيرسير no. كان يدير لهم مشاكل لادفيرسير كان يدير لك no. مشاكل كانت عندك فرصه حقا بون bon. شويه الحظ كيما نقولوا في كره القدم ضربه الجزاء تاع تاع تع... الدرجة لي جالي... بون bon. بتات كو مونك دو كونسونتراسيون سو لو بينالتي لكن عبء كبير كان لا نظن انه زاد عقد ان الأمور. الامور زاد عقد نعم المهم ربما لو تسجل في هذاك الدقيقه ربما مولوديه كانت تسجل إ还是... هدفين او ثلاث اهداف <applause> خلي نشوف وراي الحاج. باختصار الحكم الحكم كان عاقل كان يقدر يصفر بينالتي الادفيرسار راح نتكلموا عليه راح نتكلموا انه في الدقائق الاخيره روحوا الى رفيق وحيد رفيق وحيد كيف شفت هذه المقابله ثم ايضا فريد سنطرح نفس السؤال في البدايه نقول لك المولوديه بدايه كارثيه هذا الموسم ولكن ضيعت جبهه واحده من اصل اربع جبهات هي الكاس الافريقيه لكن في البطوله نحن في بدايه الموسم كاس الجزائر ما زلنا بديناها وتأهل في البطوله يعني المنافسه العربيه ما يكون من اداء سيء لمولود الجزائر هو كسب تأشير التاهل في ظروف استثنائيه. نعم أنا نشوف التاهل من هذه الزاويه لم اكن اتوقع شكل المشرق من لم حدث. اكن اتوقع ان المولوديه بين عشيه وضحى التي لقت تسعه اهداف كامله في مباراتين تقدم اداء راقي امام حتى الرفاع البحريني نعم. يعني مهما يكون ما من قيمه الرفاع البحريني لكن ما كناش نتوقع اداء راقي في غياب المدرب يعني لو ميم كونستان نفس الحاله غياب مدرب ربما لو روتور كالم كانوا يعني امام الرفاع البحريني يتكلموا على المدرب رورو كوربيس وقدموه حتى للاعبين ولكن من غير المعقول نتوقع تغير الاداء المهم هو التاهل هوروزمون في الماتش اللي داروا دي في وقت كازوني هو النتيجه اللي خدمت عليهم كنت نتوقع من من مناصري مولوديه الجزائر انه يوقفوا مع النادي تاعهم، صحيح انك يعني في قمه الغضب من ليس تدني النتائج وانما من وضعيه كارثيه، المولوديه اصبحت متعوده على سيناريوهات مماثله. نعم. سبق ان انهى الفريق مرحله الذهاب ب 11 نقطه، يعني نتيجه كارثيه. يعني ما يحدث للمولوديه الجزائر هو تكرار لسيناريوهات السابقة لماذا؟ بسبب سوء تسيير بسبب ضبابية لا. عدم اتضاح رؤية غياب المشاريع حول المشاريع الجزائرية أحسن خلينا في في المسابقة العربية شفنا فريق ربما أنت أهل هذا هو الأهم أكيد. نعم هذا الأهم روح نشوفوا رأي فريد فريد معطاوي أنت أيضا كصحفي وراك متابع وزميل أيضا رفيق وحيد أظن أنه شفنا فريق واصل الأداء الباهت لكن الأهم تحقق في المقابلة والله المولوديه حققت الاهم حقيقه لكن انا اظن بان تعادل المولوديه يوم امس والمرور الى الدور القادم يعود الفضل فيه الى كازوني كازوني الذي فاز في مقابله الذهاب في المنامه هو الذي مكن اليوم هذا الفريق العاصمي بالمرور الى الدور القادم لكن اقول بان المولوديه يوم امس لعبت في المنامه ايضا لعبت في الدور يعني في مقابله الذهاب في المنامه، وامس كانت تلعب في ملعب اسمه خمسة جويليا يوجد في المنامه، لماذا؟ لان الجمهور العاصمي امس كان ضد فريقه للاسف الشديد. المولوديه التي دخلت في ازمه وعادت الى الظرف الاصلي الذي الفناه على هذا الفريق. بطبيعه الحال انه بعد التعادل يوم امس المولوديه تكون قد حققت الاهم ومرت الى الدور القادم باخف الاضرار نعم اعتقد انه ربما انت تكلمت حول مباراه اخرى في المنامه اعتقد انه ربما الانصار اللي كانوا في المنامه احن كانوا وارحم أرحم من هذا كانوا أرحم الهزيج والصيحات. كانوا ارحم من جمهور خمسه جويديا هذا الذي لا ادري ماذا يريد من المولوديه اذا كان جمهور المولوديه في الفريق الذي لعب يوم امس ضد المنامه هو فريق المولوديه اذا كانوا يناصرون الاشخاص لنقل لهذا الجمهور عد إلى رشدك فالملودية هو الفريق الذي تناصره وليس الأشخاص. يعني من من غريب الصدف أن الملودية اليوم موجودة بين فكين، فكي الكوليرا والطاعون. يا يعني إما نجد هذا الفريق يعني يدافع عنه شخص معروف بأنه لا علاقة له بكرة القدم أو لاعب سابق لا مستوى له في كرة القدم عدا الجسور الصغيرة. نعم. شكرا يعني تصفيقة كبيرة على الكلام مستوى مستوى راقي فريد يعطيك الصحة على هذا التحليل إذا رغم هذا كنت عندك إضافة حول ضربة الجزاء ضربة الجزاء كانت ربما واضحة وشرعية في آخر دقيقة تصور نعم. سيناريو يعني كان يكون سيناريو آخر صفر ضربة الجزاء الفريق نعم. الخصم وتسجل الضربة اللي كانت الحكم كان قريب من اللقطة كان قريب يعني يعني وهو... هل يعني كانت لديه خشيه من القرار في اخر دقيقه؟ ما نقدرش نتحكم على ما على الحكم ولكن هو مسؤول يعني هو مسؤول على القرار اللي خداه مسحك انت كي تشوف في لو فو تسفر بينا. رفيق خ.. احنا موضوعيين يا اخي نتكلموا هذه تاعنا باش هذا موضوعيين تماما ضربه جزاء يعني كان سيناريو اخر سيكون لا تتكلمت على خشيه التحكيم لا. من باش يصفر ضربه جزاء نظن الاربيت كيما نقولوا سوفران بون يلا بري لا ديسيزيون باش ما يصفرش ضربه جزاء حتى ولو كانت فيه لمسه يد حتى ولو كانت نظن هزيمه تاع المولوديه بهذا لي يتاهل الى الدوره المقبل بصح كيما قال فريد الاهم هو انه المولوديه في دون دي كونديسيون تري ديفيسيل يفو دو دي دير, دي دير الفريق عانى اسبوع او اسبوعين قبل هذا اللقاء هذا والاهم هو التاهل الحق... لانه رفيق كان تكلم على التصدي لا تسمى بلوتو اونكيسي دي بيوت نيف نظن انه في اللقاء تاع الامس الفريق ما اونكيساش وتاهل هذا هو لو بوان بوزيتيف ان شاء الله الله ما لحقش لا معليش جوستومون لو بوان بوزيتيف قلت طاعت... طاعت... لا نصر بلي ربما ما كانوش يامنوا بلي هذا هو عميد الانديه الجزائريه الفريق اللي واجهوا في مباراه الذهب ربما ما استثمروش كثير في مشاكل ما هما ما امنوش باسكو بلوتو يا دي

ما دارتش مليح الجولات الاخيره مشاكل على مستوى الطاقم الفني اداره النادي وعلى بالنا واش صرا يفو فوار الجانب الايجابي تاع التاهل سي لو بلوز كنا قاعدين نخسرو ونجوز الدور السادس عشر شو okay. بو بوزي دو كيستيون رفيق اليوم انت كما قلت الاهم هو الفريق تاهل هل تاهل مي. حقيقه تاهل الى الدور المقبل والسؤال الثاني لماذا فيه لاعبين لربما ربما من ابرز اللاعبين في البطوله كأن بورديم جام صوره كاين لاعبين واش المشكله اليوم وشنو هي العقدة العقدة سي كوا فهمت كيفاش تفهم سي بلوبسيكولوجي خذي لادابتاسيون راني معاك فو سادابتي لازم لك وقت دابتاسيون راني معاك من بعد كاين لاعبين ممتازين سوري سو با سو با دو بون اوكي سي فيري كاين دي جوار لازم يتقلب ولكن واش زيد صعب من مهمه اللاعبين وربما كان هناك صراعه من الداخل هو ازمه الاداره هي اللي ما ساعدتش هذا الفريق اليوم نقول لك علاش نشوفو لو بون كوتي دي شوز surtout في منافسة إقليمية ولا قارية. Je prends un exemple. Peut-être c'est pas le bon exemple, mais n'importe comme exemple. في البطولة يعني في البطولة في المباراة التي لعبت داخل قواعد يعني في الصيف فازت ربما في مباراة واحدة أمام شباب الوزير هو بشق الأنفس أوكي خسروا مباريات أخرى أمام شباب القبائل خسروا عدة مباريات ضيعوا عدة نقاط في الصيف ولكن في لو بلون افريكا حتى لو لم يكونوا مقنعين امام الوداد البيضاوي شفنا ربما 11 12 فرصه سانحه للتهديف لكن روتيان لا كاليفيكاسيون انا ما عجبنيش اداء وفاق سطيف لكن م. قلت الحمد لله انه الوفاق في نصف النهائي وان شاء الله يحسنوا الاداء تاعهم لو نحكموا عليهم بنتائج البطوله الجزائريه والمشاكل تاعهم والاداء غير المقنع الذي ربما ما يعطيش مؤشرات قويه على انه بالكاس لو اليوم نكونوا كانصار يعني نجوا يعني نصفروا عليهم سا اون يعني نقدموا خدمه لهذا النادي سي بور سيت ريزون النادي تاع بور الجزائر دي سيبورتي يفوا يكونوا اذكياء كما قال فريد ما تخندقش مع اشخاص ما تخندقش هنا النادي انا لا المفروض في نفس الفكره تاع فريد تاع انت تجي تناصل الفريق تاعك خلي الاشخاص يعني الاشخاص وهادي وكدا انا الفريق تاعي يتاهل ويفوز نعم وي يمت... تمام لعب ممتع ولا ما كان شفناه ثانيا اللاعب لما يدخل في حتى هو من جهته ينسى المشاكل اللي كانت تدخل فوق الميدان قلت لك هذه كانت لهم فرصة اللاعبين باش الجماهير كلها تكون معاك قلت لنا أقل من ربع دقائق يخرج ل... ليشهر نتكلموا حول هذه المشاكل في الجزء الثاني احسن اذا نشوفوا ايضا مشوار مولوديه الجزائر في هذه المنافسه الافريقيه اعطينا اذا امكن يعني المباراه الذهاب اذا كانت امام الرفاع البحريني انتهت كما قال المحللون والضيوف هنا بواقع هدفين مقابل واحد مباراه العوده كانت بالنتيجه اذا سلبيه وتاهل الفريق الى دور ال16 اعطينا الان الانديه المتاهله لدور 16 اذا من كاس زايد للابطال نجد أنه أهلي جدة الاتحاد السكندري الأهلي المصري الزمالك المصري إسماعيل أيضا المصري وفاق طيف اتحاد الجزائر مولودية الجزائر المريخ السوداني النجم الساحلي التونسي أضف إليهم أيضا إذا اليوم تأهل الهلال السعودي والنصر أيضا السعودي إذا والرجاء اذا المغربي نجد انه ربما بطوله شمال افريقيه مع افضل دي 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 نعم افضل افضل الانديه السعوديه الاهلي في والهلال ونعم والنصر, يعني والنصر هم تقريبا من احسن الانديه العربيه اذا شوفوا البيان انه سيكون احسن فرق المملكه واحسن فرق شمال افريقيا يعني المغرب العربي ومصر و... و... دو نعم دو فوتبول نعم اذا نشوفوا ربما سيكون مستوى اخر في هذه البطوله فريد لا بل نعم نعم بلس بلس نعم، بلوس تتقدم بلوس مستوى الاكيد ان الفرق المسماه ضعيفه ومتوسطه يعني خرجت شاهد. من المسابقه ولم يبقى سوى الفرق التي يمكن لاي فريق من هذه الفرق ان تتوج بالكاس نعم. سواء شمال فرق شمال افريقيا او الفرق الاسيويه هناك مدرستين مدرسة أسيوية وأخرى إفريقية والأكيد أن الفريق المولودية مدام هو يعني موضوع حصتنا اليوم نا. فريق المولودية سوف لن يجد يعني فريق مثل الرفاع البحريني في الدور القادم نا. إذا قدم الأداء الذي قدمه يوم أمس سوف يودع هذه المسابقة في الدور القادم لا محالة نعم رغم انها بطوله ربما شكليه وغير متعرف بها من الفيفا ولكن ربما مفيده ايضا للمنافسه ونشوفوا يعني الفرق الجزائريه خاصه الله الله نعم الله. شو, شو <applause> يعني صعيبه م... ربما مع هادو باش تدي لها البطوله كاين كاين النصر من اللي ابارتي الزمالك سواء ديلور هذا شفنا باللي كما قال الاخ فريد في هذه اللي ذكرتهم انت كلهم يقدروا يتحصلوا على نو لو بلوز نو لو بلوز امبورطون الحاج الكاس هذه <applause> نعم. انت اللي, اللي يفوز بها راه تفوز ماليا كيف فيها نعم ثانيا سو لو سادير سو لو بلان اكزاكتومون برستيج اي تو الى انت الى الجانب الرياضي ماذا تستفيد الذي يفوز تستفيد لانك راح تلعب مع احسن مع فا... احسن الفرق احتكاك مع احسن الفرق عربيا يفولوتي الاهلي المصري يعني الترجي التونسي الهلال السعودي لكن ثانيا با... ثانيا هو انه الا إليت... تذكروا وفاق سطيف اللي كانت لا ترافيرسي دو دي ديزير تاعو بوندون دي زاني نعم. بوندون دي زاني فى... فاز بكاس عربيه ملتم الفريق الصيفي بدا يهتك على المستوى بدا يولي في ال... لاكور يرجع يرجع في المنافسه مدي نوتر الاقليمي ودولي نوتر, <ديقليمية> نوتر ستاتيو للفريق تاع لونتونت <ديقليمية> حتى, ولاو كاس اقليميه ومن بعد فاز بكاس افريقيا الجيل اللي عندك كانت بوابه <ديقليمية> وتمهيد الجيل اللي يكون عندك كيفاش سابيتوي باش <دي يلعب مع هذا هاد لي اللي... لي اللي... كلوب اللي متعودين باش يلعبوا ماشي غير كوبا تشامبيونز ليغ اراب يلعبوا كوب دو لاكاف تشامبيونز افريكان نضرب اللي الجيل اللي يكون عندك يعرف واش معناتها لي كومبيتيسيون انترناسيونال باش في المستقبل لما تكون هكذا منافسه وين يكون هدف من الاهداف تاع تاع النادي يقدروا يكونوا واجدين نعم نعم حجاد لان الى فريد فريد يعني صراحة لو نقارن الأندية الجزائرية حتى ولو كان مولودية الجزائر اتحاد الجزائر ربما وفاق الصيف من أحسن الأندية هنا ربما في الجزائر لكن مقارنة بالأندية الموجودة كلها هنا سواء كانت يعني السعودية أو المصرية وحتى السودانية المريخ السوداني وأيضا ترجي ليس ترجي رياضي لا, الهلال 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 لا 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 أتكلم نجم الساحلي والرجاء الرياضي الساحلي كلها أندية احسن من الفرق الجزائريه ماديا وايضا تسييريا ماديا لا لا اوافقك في الراي لان البطوله الجزائريه في اخر احصاء كانت الرابعه على المستوى الافريقي نعم. بعد جنوب افريقيا المغرب مصر ثم الجزائر من حيث المال الذي يضخ في هذه البطوله لكنه مال مهدور مال مهدور ومال يعني اكثر من مهدور نعم. كان مصر مال يعني المهم ان البطوله يعني البطوله الجزائريه فيها من المال ما يسمح لهذه الفرق ان ان تتبارى مع احسن الفرق الافريقيه المثال اليوم له هو المولوديه المولوديه يا اخي تشرف عليها الشركة هي أكبر يعني شركه هي يعني اكبر نفطية. شركه نفطيه في افريقيا والعاشره عالميا هل يعقل ان نشاهد هذا الفريق بهذه الميزانيه اليوم استطيع ان اقول لك يعني يعني كرقم رسمي المولوديه تاخذ من شركه سوناطراك 50 مليار سنتيم سنويا. سنويا سنويا يضاف اليها حوالي 30 مليار تاخذه من حيث التمويل والى ذلك يعني المولودية اليوم تسير بميزانيه تقدر سنويا ب مليار لو لو قمنا بمقارنه هذا يعني الفرق المصريه لو قمنا مثلا بمقارنه هذه الميزانيه بالنسبه للفرقه التونسيه او 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 غيرها نجد ان المولودية احسن بكثير لكن لو عدنا الى هذا الفريق والمشاكل يعني التي يعاني منها لوجدناه لو في ذيل كل الفرق التي ذكرناها من حيث الازمات والمشاكل نعم. والصراع الداخلي بين الاشخاص وما الى ذلك لذلك اقول بان المال الذي يوجد في هذا الفريق لا يعكس تماما المستوى الذي نشاهد به نعم. هذا الفريق على المستطيل الاخضر المال نعم. <applause> لدينا فاصل اشهاري ثم سنعود فقط من هذا الباب سنعلن يعني بأنه يوم الاثنين سيكون موضوع حول هذا الفساد والرشوه التي ملات اذا البطوله وشوهت الصوره يعني صوره البطوله والرابطه المربوطه كما يقولها حاج الآن مشاهدنا فاصل اشهاري ثم نعود مشاهدنا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج الهضره فوت وهذا العدد الذي خصصناه لمولوديه الجزائر العدد اذا الجزء الاول خصصناه للمنافسه العربيه كزايد الابطال مبروك لمولوديه الجزائر عسى ان يكون اذا بلسم لهذا الجرح على الاقل في الوقت الراهن ولو ان هذه المنافسه غير معترف بها من طرف الفيفا لكن يمكن ان تعيد الفريق اذا على صعيد النتائج تحت المجهر اذا بعد الجينجل اول تقرير في هذا الملف اذا التعفن الحاصل في بيت مولوديه الجزائر اذا بتوقيع معاد نمرودي بعد سلسلة من الهزات الارتدادية التي ضربت بيت مولودية الجزائر نتيجة توالي الهزائم والنكسات ينتظر عشاق الفريق عودة الهدوء مجددا هدوء سيعود بمجرد تصحيح المسار والعودة لسكة النتائج الإيجابية التي بدأت تظهر بوادرها بعد التأهل للدور الثماني النهائي من كأس العرب رغم أنه كان من دون إقناع أمام الرفاع البحريني وتحت غضب جماهيري طال الإدارة واللاعبين في هذه المواجهة غضب جماهيري له ما يفسره فالنادي الذي كان قاب قوسين او ادنى من بلوغ ربع نهائي كاس رابطه ابطال افريقيا وجد نفسه يودعها على يد وفاق سطيف الذي الحق بالمولوديه اول هزيمه بميدانها في تاريخ مشاركتها في المنافسات القاريه رغم الدعم المادي الكبير الذي يحظى به الفريق من شركة سوناطراك المالكة لغالبية الأسهم وضمه لأفضل اللاعبين في صورة بورد محدوش استقدامات لم تشفع للفريق تحقيق بداية مثالية في البطولة وتلقى هزائم ثقيلة تسببت في رحيل المدرب الفرنسي كازوني وكادت تعصف بالإدارة الحالية برئاسة كامل قاسي سعيد الذي تمت إقالته قبل أن يعود مرة أخرى وسط اعتراض كبير من الجماهير الرافضة لشخصه بعدم تمكنه من احتواء الأزمة التي طفت إلى السطح أكثر بعد خسارة الفريق في وهران، حينها اتضح أن مشكل المولودية أعمق ويتعدى حتى اللاعبين والمدرب المؤقت رفيق صيفي، فهل سيستعيد الفريق عافيته بعودة الانتصارات؟ أم أن ذلك لن يكون إلا برحيل الإدارة الحالية؟ التصفيقات لمعاد نمرودي الذي قدم تقريرا رائع مشكور على هذا الجهد روحوا الى رفيق وحيد هل تكلم معك بصفتك اعلامي او مناصر للفريق؟ اعلامي ما نعم. نعم. هذا لانه حتى المشاعر ربما ك لا لا فتح نعم. بين المناصر والاعلامي نعم, نعم. إذن ما عنديش مشكله الفريق مشتت منقسم يعني صراعات يعني كتله من هنا وكتله من هناك اموال ضائعه كل هذا في بيت مولوديه الجزائر اين يذهب هذا الفريق شوف انا اكيد أن الحصه يعني خاصه بمولوديه الجزائر لكن ما يحدث للمولوديه ما نقدروش يعني نحيوه من واقع الكرة الجزائرية البداية خاطئة الأرقام اللي قدمها زميلي فريد بطاوي تقول لك الجزائر الرابعة الإفريقية من حيث يعني صرف الأموال على بطولة الاحتراف لكن في الواقع نحن غائبون على الساحة الإفريقية على الساحة العالمية ومشاكلنا كثيرة فضائحنا كثيرة على المستوى المحلي مشكلة الكرة الجزائرية أو مشكلة نادي مولد الجزائر عنده هي مشكلة غياب برنامج وليكيب و... و... راهي اونوطاج يعني نعم راهينا في... بين آ... ان كلون قاسي سعيد ان كلون عمر غريب وبعض المستفيدين علي بن شيخ ويعني هادو المؤثرين المباشرين اللي عندهم مصالح مباشره في مدينة الجزائر من المفروض اليوم تكلم على سوناطراك شريت اسهم جات سوناطراك يعني مساهم وليس سبونسور عندنا تطرح سؤال لو هذا يعني مالك للفريق مالك ل... كيف كيف عده شركات يعني اي في على مستوى النوادي وعده مساهمين الذي باع واشترى من باع ومن اشترى الذي يشتري اون كاس دو لارجون جو بونس الى شراوا المولوديه يعني سانتاك يعني الاسهم لما شكون اللي باع لهم وكي تبيع الاسهم القانون الجزائري يقول لك تفتح يعني تدير اعلان نعم. وتروح للنوتير والناس تجي تستطيع ما تقدرش اليوم تبيع نعم. اللي من حبيت كاين قانون الشفاعه والا إذا تبيع اون بيرسون ماشي داخله معاك كمساهم لازم تفي اون نعم. انونس كل حنا كلش بطريقه غير قانونيه وبطريقه غريبه تعطيك لامبرسيون الوضع القائم في الكره الجزائريه بان هناك غياب اراده سياسيه لتصحيح المسار كما قال نمرودي في التقرير تاعو وهو يتحدث على مولده الجزائر. مم. من الغريب اليوم انه لو يروح قاسي سعيد يجي كي يجي عمر غريب. سو با لماذا؟ باي حق؟ لماذا؟ لماذا الوضع الراهن يبقى دائما؟ نشوف اليوم وصرا قبل النتائج الحاليه، مجلس الاداره يقيل يعني عنده الحق ولا مم. ما عندوش الحق يقيل المدير الرياضي اللي هو كمال قاسي سعيد ويقيل المدرب كازودي بقدره قادر يعاود يولي كمال قاسي سعيد بدون اجتماع مجلس مجلس اداره هذا وضع غير طبيعي ولا تقبل استقاله حيرش لا ويفرض عليه العمل مع شخص يفرض بمه. عليه العمل يعني ماشي ما قبلوش يفرض عليه ولا تاع ولازم لازم يكون في النادي هذا الوضع غير طبيعي يعني لكن خلالها. لما تكون ديسيزون باراي Et compréhensible principe, quand, euh, après le conseil, le euh, conseil administratif libéral, l'IDERO, il a une décision.

كم في الفريق بالشعبويه اليوم باش يلحق الناس يعني ترتكز على الانصار للبقاء ما يعطيك مؤشر قوي وقوي جدا على نا. انه النادي الجزائري ما يقدرش يروح بعيد ولا نادي جزائري يقدر يروح بعيد لانه دائما يجروا وراء النتائج وما كاش مشروع مثل ما قلت الفريق فريق ملودي الجزائر مسيس لدرجه كبيره يعني نشوفوا حتى ولد قدور يعني يعني مدير اكبر شركه نفطيه كما قلت في افريقيا يعني تدخل من اجل يعني مدير رياضي هنا الامر يعني بغض النظر عن الكواليس التي كانت مصاحبه لهذا القرار على ولد قدور ان يصلح حال سوناطرا قبل المولوديه اولا ثانيا المولوديه يعني من 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 اغرب الغرائب الموجوده في الكره الجزائريه ان المولوديه التي من المفروض ان تكون قاطره الكره الجزائريه هي اليوم تدري بان هي مسمات العميد العميد لغويا هو ذلك المريض الذي يعمد لكي يجلس وحال المولودية اليوم هو ذلك المريض الذي يعاني كل الأمراض أصبح اسم على ما يسمى اسم على مسمى <applause> مسمى إذا عدنا إلى الجانب القانوني بأي حق هذه الشركة تختار فريق دون الآخر ثم تموله هذا أولا ثانيا اختار أربع فرق اتدري اتدري مهر. أتدري, مهر. أتدري, مهر. اتدري بان طريقه اختيار اربع فرق في بطوله واحده يعني يتعارض مع اي قانون نا. لا حق لسوناتراك ان تختار اكثر من فريق في هذه البطوله ليكون المولوديه هنا الامور اخذت على محمل الجهوية تاريخيا اكبر تاريخيا لانه لما نشوفوا نعم تاريخيا مولوديه الجزائر مرتبطه لكن هو طاول. لكن نصر يتكلم حول الشراء الاسهم ككل لا تكون بطوله ساسة متوازنه فارغ نحن في اكثر من فريد لانه لانه يعني تطرح يعني تساؤلات في مرات حول النتائج وحول البطوله نعم من عن بتن وحنا عندنا اربعه فريد واصل ثانيا اتدري بان لما قلت لك بان يعني ميزانيه المولوديه هي 80 مليار لكن الغريب ان المولوديه تصرف 110 مليارات في الموسم سنويا يعني سنوياً, سنويا يعني يعني مداخيل المولوديه اقل من من المصاريف هذا لا يعقل تماما في الجانب الاقتصادي لاي شركه سواء رياضيه او غيرها ثالثا المولوديه الموسم الماضي على يعني عكس عديد المواسم أنا رأيت أحسن كرة قدم جزائرية منذ عشر سنوات نعم. مع فريق المولودية تحت, تحت إمارة كازوني عندما يا أخي ننطلق في مشروع قسيس سعيد رئيس جديد أتى بكازوني الرجل لم يخطئ في اختيار كازوني لم يخطئ وأنا رأيت وأقولها بصريح العبارة المولودية كانت تقدم أحسن كرة قدم جزائرية منذ عديد السنوات نعم. وسائرتها حتى النتائج المولودية التي كانت حتى افريقيا أصبح يعني تسعة أهداف كلها أي الملوذية التي كانت بالأمس تحت يعني تلعب تحت تصفير جمهورها كانت تفوز بالأربعة والخمس والسبعة يعني كانت تلعب كرة يد في في مستطيل نعم. لكرة القدم أتدري بأن مشروع أي فريق سواء صغير او كبير على الاقل نترك كازوني هذا يشتغل على الاقل ثلاث سنوات لكي نحكم عليه. لا. كيف لفريق غاب على الساحه الافريقيه لعده سنوات ان يطالب من كازوني ان يذهب الى النصف النهائي رابطه ابطال افريقيا في اول موسم له. ايعقل هذا؟ ثانيا بالنسبه لابن الفريق رفيق صيفي ايعقل ان رفيق صيفي الذي يعني درب تحت اماره كازوني كمساعد. يعني يخطف كل الاضواء ويحاول ان يصبح المدرب الاول، يا صيفي اذهب لتتعلم اولا مع عديد الاسماء الكبيره مثل ما مثل ما فعل زيري ومضوي مم. كمساعد مدرب كمساعد وزغدود، كمساعد مدرب لعده مواسم ثم لنعطي لك الفرصه كشاب يعني قادم في مجال التدريب، مم. رفيق صيفي اليوم لما قدمت له المولوديه الذي قدم له المولوديه لا يحب صيفي يا اخي الكريم اراد ان يدفع لفوهة فوو المدفع مباشره البركان لان المولوديه تعاني من كل الازمات في هذا الظرف نعم الحالي فكيف لصيفي نعم ان يعود الى هذه الواجهه وسط كل هذه الظروف التي لا نعم. تساير النجاح لاي مدرب سواء صيفي او غيره. نعم، ناصر بوش انت داخل الفريق يعني ومقرب يعني تشوف كل المحيط يعيش يعني تعفن كبير كنت تكلمت فيما بعد على الطفيليات التي تصاحب هذا الفريق وتعيش حول المصالح، اذا اليوم نشوفوا راح كازوني وربما فيه ربما استخدام كوربيس، الفريق يعاني تماما، هل رحيل كازوني مثل ما كان يقول فريد يعني ربما قدم أحسن كرة في الموسم الفارط، أحسن حل هذا الموسم؟ شوف فريق كما مولوديه الجزائر نقولوا بأنصاره، نعم. بأمواله، بالآخر، لازم يكون عنده مشروع رياضي، نعم. مشروع رياضي باش الى حبيت تفوز بهديك رابطة أبطال إفريقيا لازم لك أن بروجي سيور دو نحكي لك على الموسم الماضي باختصار نعم إدارة الفريق جابت كازوني كازوني التحق بالفريق نعم التحق بالفريق وحنا كنا عايشين مع الفريق هدايا نظن أنه كازوني حتى ولو في الشهر الأول أو الشهر الثاني كانت عندي كيفاش نقولوا جيت تري لا تري بروش كنت نخدم معهم كولابوراسيون كان يقول لي ناصر انه عطيني شهر ولا ثلث اشهر ماكسيموم تشوف آه كيفيه آه طيب. فيلوزوفي تاع تاعي حقيقه كما قال فريد اوبو دو دو شفنا شفنا انه الفريق تحسن الشهر الثالث احسن تحسن بكثير حتى ولات آه الناس تقول لك تيكي تاكا وهاديك سي في كاينو دي ماتش اللي درناهم دو أو نيفو. حقيقه نا. أنا بعد مشيت مشيت و الفني هذا كمل المشوار تاعو حتى كانت اون اسونسيون فيلغورونتي لو دير كان اللعب نعم. ممتع تحب تروح تشوف مولوديه الجزائر الجماهير مام الناس كانت سعيده يعني نعم. باسكو نعم. لو الم... نعم. مولوديه سي لو جو يلحق اقصاء من كاس الجزائر كاس الجزائر ثم الابتعاد من اللقب خساره في تيزي وزو نعم كل شيء تكسر و... سي با بوسيبل سي شغل الل... واصبح الماشين. كازوني لا. واصبح كازوني لا, لا يتابع يتكن... بجديه التدريب كسر كانه سي بو أه با بوسيبل شغل عندك كاس في يدك رفدو تطلقو يطيح يتكسر سي بون نعم بعد دان بدات بون جات جات اون بتيت تريف ومن بعد جات كاس رابطه أه ابطال افريقيا افريقيا اقصى اخر اقصى أه بدايه الموسم نقولوا دون دو سي من بعد سي لا كريز نقطه استفهام راهي هنا واش صرا أه سي فري بعد تحس وكانه امور مدبره في هذا لا يعني ك ك شغل سي سيور سي نعم با بوسيبل هو يعني, بس بس يعني ليست عفويه exactly بهذه الطريقه نعم كانت مؤامره ولا أنا أنا أنا... مؤامره باش يكسروا هذا الفريق اللي كان دون زين اسونسيون نقول نعم نعم انت كنت تكلم على كازوني ماذا بينا تعطونا تصريح كازوني بعد يعني لحظات اذا كان جاهز آه آه وصل شو يقول ناصر لما تشوف آه وش حكى ناصر من العام اللي فات وراه نعم كازوني والاداء الفوج اللي كاين من جانب الاداره اسكو كانوا يتيروا دو ميم لا ميم ديريكسيون البروبليم هي لا الاخ فريد تكلم على الامكانيات الهائله نسمع لا كاردينال حاجه نسمعوا كازوني ماذا قال يعني بعد رحيله اذا في اتصال هاتفي من قطر مع فريقه الجديد الخور القطري هكذا نعم اذا نعم اذا كان اتصل بشارع بي بيدي وصرح بالتالي بي شارع قال شارع Moi déjà, moi déjà au Qatar, euh, bah j'ai trouvé un club où on continue à travailler, où ça me permet de continuer de travailler, de mettre en place quelque chose. C'est un club qui, qui est mal classé on va tout faire pour le sortir de, de la zone dangereuse. Voilà. Ensuite, pour le Mouridia, c'est si, si le Mouridia de françois Roland-Courby, c'est un joueur. Déjà, un entraîneur que je connais très bien, qu'on a vu comme entraîneur en tant que joueur, et puis c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. C'est quelqu'un qui pourra mener quelque chose au Moulidia, mais le problème du Moulidia, ce n'est pas que l'entraîneur. c'est pas l'entraîneur. Oh. Tout le monde connaît le problème du Moulidia. Puis on a commencé un travail, on n'a pas pu le finir. Ensuite, ce n'est pas un problème d'entraîneur. Ce n'est pas un problème d'entraîneur. Mm. Mm. Le Moulidia, c'est d'avoir à... des gens compétents autour. Ouais. 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 Mm. Oh, vous savez, avec des gens du Moulidia, il y a... On a, eu bon, on, a eu bon, on a toujours de bons rapports avec les joueurs du Moulidia parce que ça des passé avec eux, après avec Grand Condy aussi. S'il si, si arrive au Moulidia, je lui, souhaite, euh, je lui souhaite du courage et de, et de réussir dans son travail. Parce que, parce que le Moulidia a besoin de, a besoin de stabilité. Ouais. C'est ce qu'il n'y a, qu a pas actuellement, mais le, le Moulidia a besoin de stabilité. Comme je vous dis, c'est pas que l'entraîneur. Ouais. C'est un tout. c'est un tout. Ouais. entraîneur, joueur, euh, dirigeant qui parle le même langage. Les supporters, euh, les supporters, ils ont toujours été derrière nous, puis ils ont toujours été d'un grand soutien. Ouais. C'est vrai que dans les moments difficiles, là, ils sont un peu contre leur équipe, mais y a, dans l'équipe, il n'y a pas de tricheur Il y a ouais. pas de et il faut les supporter, il faut il faut être derrière l'équipe. Les joueurs ont besoin que les supporters soient derrière l'équipe. Je peux comprendre leur mécontentement, mais c'est un public extraordinaire parce que euh, ce que j'ai vécu l'année dernière, euh, l'engouement qu'il y avait, la passion qu'il y avait chez ce public, إيه هو لا دوك الكلب جيدا حاجه عدلان انه <سير> المشكل ليس مشكل مدرب في مولوديه الجزائر هو مشكل اعمق او معهم ويعرف دوك نظن بلي لايتي جونتي محترف نعم <تزفق> وتتكلم على حاجه مهمه لك كون تون كومونس ان سيرتو في الفوتبول دوك لاباك الكره الحديثه ولا سيونس فيكسيون زمان كنا قلو... نقولوا نعم. كنا نقولوا واحد الوقت ليست اون تراوي اكزاكتوم دوك كلها سيونس فيكسيون الى باري دون تراوي لي يبدا يفور لي سيل الناس سل... تكمل المشروع تاعها حاليا الناس يتخمم على 2024 الدميل... نظن باللي انا مقبل تكلمتك على الاداره اسكو الاداره تاع فرق كبيره كيما المونديال اي سون دون ميم ديريكسيون كيما انت باش تروح تجيب ان ستاف ولا تجيب لي 22 جوار اللي راهم اكتوالمون بالاهداف اللي تراسيها والاموال اللي تكلم عليها الاخ فريد اللي تصور انت لما تسمع 80 ولا 100 مليار اكثر من 100 مليار ومن بعد تشوف انت الفئه الصغرى ايزون دي بروبليم باش ما عندهمش وين يدربوا اسكو اسكو هاد لا ديريكسيون لا ميم ديريكسيون ما نحوسوش حنا نتكلم لك حاجه حاجه مليحه ثاني الانصار لي اللي... الانصار باسكو يحبوا الفريق هذا ومؤمنين باللي يقدروا يقدروا يكونوا احسن فريق في البطوله ولا بتتر ريبريزونت الفوتبول الجيريه من السؤال اللي نطرحوا اسكو كله... تكلمنا قبيله على الكونسيل ادمستراتيف الى بري اون ديسيزيون بعد اون سيمون ابري روفيا سو بلون <سؤال> ريغلومونتير تكلم واحد مي هذه المنظومه تاع اللي مسؤولين في سوناطراك اسكو معين بالمهمه ولا يعني في الفرق كيما المولوديه؟ يعني هذه ما حضرتليش الصوره ولكن كان مقابل الفاف يعني مباشره كتبوا حرروا المولوديه من سوناطراك وصل الانصار كتبوها وعاودوا مسحوها في اقل ربما من ساعتين. ما نظنش هذا هو الحل عندها عندها عندها, 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 كتر عندها كتر عشر كيما. سنوات. كريم عندها اكثر من عشر سنوات ولا بالك ميم با لما تتكلم حول المشاكل وحول كل واحد في في طرف ربما الاموال اصبحت سي لحده على الشيفر هذا انت ما تعرفش كيفاش راهو نعم. كيفاش يتصرف ولا كيفاش كيفاش راه وين ناوي يروح نظن باللي هنا نعم. مشكل كبير أه اليوم أه لو لو المشكله هذه كل واحد اليوم يقول لك تروح. دوطر يقولك لازم سونا تراك تروح دوت يقول لك لازم سونا تراك تقعد لا اليوم انا كازوني سون اتراك مكسب حقيقي ربما جو بونس كو الكلام كل تاع كازوني ريزومي ان بو لا شوز لانه هو عاش تقريبا موسم كامل انا قلت نعم. لك واش كنت نتكلم انا ربما تقول كان يسمع فينا نعم نعم. ولا جو سي با الاخر هذه هي لان كي يو ان ترافاي كي ايتي افيكتوي نعم. مشروع بدا مع كازوني كانت الناس تخليه يمشي نعم. ناصر ناصر من كل الاطراف هذه اللي دخلت باش كسرت هذه المسيره اللي نعم. كانت ايجابيه دون لو بون سونس نعم أنه ماشي اقصى شو الاهم نعم ميم الجماهير ميم الناس هذوما اللي راهي تهضر وتتكلم خاطرش اليوم كل واحد كيما يقول يطلع في لافاك هادي يعني كيما نقولوا لا انت كان لا كانت خلينا نسميو الامور بالمسميات لا كانت مسيرة كازولي قام قام بعمل كبير لكن في نهايه المطاف يعني الصق به يعني كل شيء حتى انه كاين اللي قال بلي ما خدموش خدمه شابه يعني ربما في لابريباراسيون تاع ليكيب دونك هل يعني كما نقولوا بالدارجه حفروا له يعني مباشره نروحوا مباشره للموضوع هذه القراءه هذه هي لا, يعني لا خلينا الجزائريين ونفهموا العقليه يعني القراءه يعني 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 هذه هي الكلام تاع كازوني رايح دون لو سونس ما خلاوهش يخدم دونك احنا ما ندخلوش في لي تيرم هذوما كسروه هيا نقولوا نعم كسروه لكن فريد قال كلمه شابه انت تغيب سنوات ديزا نعم وما تحب تدير مشروع وتحب تدير رابطه بقعو... ابطال باعوا الوهم نفس السؤال نخلي خلي لي التحضير لو سمحت حتى هو كان تكلم لما راح نعم. قال باللي ما كانتش عندي كاع الامكانيات باش ندير نعم. رفيق يعني كازوني قدم عمل جيد يعني موسم الفارط هذا العام كسروه مشينا. وربما لم... كي كسره الفريق الان طيله اكثر ربما قرابه شهر دون مدرب شوف حنا كازوني محترف وحنا اقل من هواه هذه تريزيما هكذا نقول لك انا كازوني كان افضل ربما مدرب في البطوله الجزائريه وخلال المدربين تلعب افضل نعم. كره قدم نعم الميدان اللي يقولها ماشي انا شفنا شفنا بيننا الفرق بين كازوني والمدربين عده مدرب اجانب وربما جزائريين محترفين والاداره الحاليه انه صونا تراك يعني تحطها سبونسور هي المالك الاسهم الاشكال ما راهوش هنا تنحي ولا ما تنحيهاش لانه صونا ربما تخدم بالمولوديه من الناحيه السياسيه ولد دي سي دي بو لي كالمي الناس ما, ما جابش دي جون يعني انا جو ماتوندي انه سونا تراك بدراهمه يجيب دي جون كومبيتون ويجيبوا مشروع سي, سي, سي بليز امبورتون ونصر نتكلم عليه ما كانش مشروع النادي للان ما عندوش ما عندوش ملعب للان ما أه. كاش ملعب وما عندوش ميدان تدرب أيضا. ما عندوش وما يكونش عنده لانه يخدم ما فائده الاموال يا ولا الدعاه يعني رحيل صنع على ضوء النتائج السلبيه وربما من الفوضى ما بهمش يجيبوا مشروع رياضي بيهم الانتفاع من المولوديه في غياب اي مشروع المشكلة المشكل يقعد قائم قلت اليوم مشكل مشكل الاداره مشكل المشروع مشكل دي من الغريب اليوم باسكو اليوم كي تشوف المولوديه كتلعب كره جميله ولات من بعيد من الغريب اليوم نسمع بين كازوني وبين قاسي سعيد ما اتفقوش على الاستخدامات سي با نورمال الاداره دي دير واش حبت من غير المعقول انه البرمي فيراج اللي, اللي تكسرت فيه يعني فريق البولوديه بلا كوب دالجيري وارواح انه ضحى ضحى بالمدرب زيكيب الجيريان كل النوادي الجزائريه بدون استثناء تلعب على النتائج نا. تلعب على الشعبويه وتلعب على وتر الانصار رفيق. هل شفت اسمح لي شوفوا الانديه الجيرانه اللي قدامنا ولا شوفوا الانديه القطريه الاوروبيه من شفتوا انتما البريزونتر بي مونوبوليزي كلش يريح في البونتوش ويدير الاستخدامات ويتحدث للصحافه ويتعامل مع مع لا يدير كل شيء كل شيء. مركزيه لانه لانه الفاقد للمشروع ياخذ ياخذ دي دو فيتاس ياخذ الراي العام دو فيتاس بالتصريحات الناريه لماذا النوادي الجزائريه ما تنجحش على الصعيد القاري لانه الكره الجزائريه ضعيفه وضعيفه جدا هل النادي الجزائري حمار ولا قاسي سعيد ولا ملال بالتصريحات الناريه يعني بالضغط على الحكام نعم. الجماهير تقدر تاخذ ديال ريزولتا تما لي سونسيون يطيحوا سو البلون افريكا سو مونديال حنا حولنا حنا عده رؤساء نوادي عده تكون. مسيرين منهم صحفيين سقطوا في فخ الشعبويه الشعبيه الشعبويه، النهضه ريجوناليزم، تضغط على الاتحاديه، نعم. انتقادات الناريه، كل, كل واحد يوتر سون كونت في الحكايه هذه. سي بو ساتيزون اون با كل النوادي الجزائريه فاقده للمشروع البيئه التي اليوم نعيش فيها في الجزائر، يعني في محيط كره القدم، هي اللي خلتنا نعتقد انه الفوز بالبطوله الجزائريه يجعل منك احسن فريق. نعم. اليوم النتائج قلنا تكلمنا عن المولوديه مع الرفاع البحريني في الثرونديزيام دي فينال ديفيسيلمون نعم. دزنا وفاق وفاق سطيف بلون افريكا ولو تقدم اسمح لي الادوار المتقدمه لكن ما عندناش نوادي تلعب الادوار الاولى على الصعيد القاري نعم. لماذا؟ لاننا نسير في الاتجاه المعاكس مقارنه بشقنا في المغرب في مصر نعم. وتونس غياب سياسه واضحه ومشروع اذا فعال مشاهدينا فاصل الاشاري ثم نواصل ما تبقى من زمن برنامج الهدرة فوتوا هذا العدد المخصص لمولوديه الجزائر اهلا وسهلا بكم من جديد هذا الجزء الثالث اذا من برنامج الهدرا فوت نواصل مباشره مع المدرب اذا ولا الامور لم ترسم ولكن بنسبه كبيره رونالد كوربي سيكون مدرب الفريق اذا نشاهد هذا التقرير الذي عده شهر عبيدي حول المدرب القادم لملودية الجزائر هنا بمدينة مارسيليا الفرنسية ولد رولان كوربيس في الثاني عشر من أوت سنة ثلاث وخمسين تسعمائة وألف صاحب الخامسة والستين رابعة انطلقت مسيرته الكروية كمدافع مع أندية كل من مارسيليا أجاكسيو سوشو موناكو وتولون الفرنسية ومغامرة قصيرة مع أولمبياكوس اليوناني مشوار حافل لصاحب النبرة الحادة

كمدرب تولى الإشراف على أندية كل من تولون ومارسيليا اندوم ولونس ومونبليي واجاكسيو والانيا الروسي ليحط الرحال بشبه الجزيرة العربية وبالتحديد نادي الوحدة الإماراتي. كوربيس كان له الفضل في تأهل نادي بوردو إلى نهائي الدوري الفرنسي سنة 97-901 شأنه شأن نادي الجنوب الفرنسي. والذي قاده إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 98 900 و 1000 99 900 1000 لتكون سنة 2001 و 2002 فعل خير على رولون الذي نجح في التتويج مع أجاكس والفرنسي بدور الدرجة الثانية موسم 2001 و 2002 رياح التغيير قد تحط بكوربيس من جديد بالجزائر بعد خمس سنوات من مغادرته للعاصمه، وهذه المره عبر بوابه فريق مولوديه الجزائر، فهل ستنجح صرامه التقني الفرنسي في ضبط عقارب بوصلة النادي وتصحيح وجهته؟ ام الحديث مؤجل الى غايه حمله لالوان النادي. مدرب كبير مدرب كبير رونالد كوربيس اذا الاداره تعتزم ان يكون هو المنقذ واذا تعود النتائج الايجابيه معه دعونا نشاهد هذا التصريح لحيرش رئيس مجلس الاداره ماذا ينتظر من المدرب؟ المولوديه كبيره ولازمنا مدرب كبير هذا اللي طاح طاح الخيار على هذا المدرب كوربيس اللي عنده يعني تاريخ وافر وزاهر في الميدان هذا وان شاء الله يعني احنا بالنسبه للمفاوضات يعني تكلمنا و معاه وما قعدش حاجه كبيره وباذن الله في خير يعني الامر آه انا بالنسبه لي آه راهي في في مجهته راهي مجهته درك هو قعدت له التخمام يعني صراحه عجبو الفريق الحمد لله من كان شاف شاف يعني يا يا دو الحمد لله يعني لا ميم سيتي كلكو نون كذا صافي بليزير يعني الحمد لله سادير وزيد اضافه الى هذا ماناش في البطوله يعني ولو انها بدات شويه بصح ماناش بعد على الاول يعني ما زال فريد اذا هيرش يتكلم حول مشروع رياضي طويل مع المدرب رونو كوربيس شفنا انه كازوني الذي ايضا جاء بمشروع غادر هل هو كلام منطقي لفريق لا يملك حتى ميدان للتدرب او اذا ملعب ليكون يستقبل فيه؟ هل قيل لكوربيس هذا الكلام؟ لا أظن أنهم صرحوا بحقيقة إمكانيات المولودية الميدانية لقد قدموا مركز عين البنيان على أساس أنه مركز ملودية الجزائر وهذا خطأ كبير الملودية هذا خداع هذا خداع كبير المولودية اليوم استطيع أن أقول لك بأنها اتفقت مع كوربيس بنسبة 100% وسوف يكون حاضر في الجزائر يوم الثامن من الشهر القادم لمباشرة مهامه على رأس الفريق براتب شهري قدر ب 45 ألف يورو هو ومساعد فرنسي اليوم المولودية تحاول أن يعني تمتص هذا الغضب الجماهيري الكبير بمحاولة الإتيان بمدرب باسم كبير لكن يبقى السؤال المطروح هل كوربيس اليوم هو اسم كبير في عالم التدريب لقد صرح وقال أنا لست مدرب بطال وأنا أقول له أنت بطال يا كوربيس أنت الآن تشتغل في محلل محلل في رمسي نعم أنت أنت الملوذية لم تأتي بكوربيس من دكة احتياط أي فريق الرجل لم يعمل لاكثر من موسمين او ثلاثه فريق ملعبين موسمين, موسمين. اذا فهو بطال الى ان يثبت العكس فهو بطال لكن اقول بان هل يستطيع كوربيس ان يعمل او ان يقوم بالعمل الذي قام به سابقه الفرنسي لا اظن كازوني يا اخي انا اقولها وانا لست كازوني سوف لن تجد المولودية مدرب مثل كازوني على الأقل خلال السنوات القليلة القادمة وكوربيس الذي يتحدث والتقدور وحيرش وغيرهم على أساس أنهم سوف يمنحوه مشروع على رأس المولودية أخاف أن يعمر لمرحلة الذهاب وسوف يلقى مصيره مثل سابقيه المولودية دخل دخلت في هو في هذا يعني تحدي ولكن انتحار في نفس الوقت لا المولودية 45 ألف أورو المولودية المولودية اليوم دخلت في نفق مظلم وما أصعب المولودية عندما تدخل في مثل هذه الأنفاق من الصعب جدا أن تعود المولودية في هذا الموسم إلى جودة الصواب أرف رفيق أربع مواسم بعضهم يقول أربع مواسم هو الشيء اللي اشترطوا بعضهم يقول موسمين ونصف وفي كل الأحوال 45 يورو لو يعني حل. تكون حتى 45 ألف أقول يورو لو تكون في موسمين يعني ستكون طمة كبرى على مستوى الأموال لا هو راتب كبير بالنسبة للمدرب ما كانش يعني ما عملش منذ سنتين عنده ربما اسم أكيد ولكن ما عملش منذ سنتين أعتقد أنه نفس المدرب يعني كي كان المنتخب الوطني في حالة انهيار رئيس الاتحادية السابق محمد الرورا عرض عليه عقد يعني ان كونتخا غيزيا شاك فان يعني شوف درجة الاهانة اللي وصل لهذا المدرب لكن في النهاية نتوقف عند أه تصريحات حيرش يعني والله العظيم غير صدمني يعني عنده عبارات جاهزة مدرب جديد يعني نبيع الوهم للانصار من جديد يقول هذا أه المدرب اللي بقى عامين هو محلل يجي يقول لك عجبوا الفريق من اي ناحية يعجبوا الفريق عاد السيد هذيك عطونا صور تاع كازوني كي راح شاف اللاعبين ايضا وتكلموا في نفس سي الوقت سيت له نو وعجبوا الحال وان شاء الله نروحوا هو يعرفهم بحاجة. سي كوا سا كيفاش انت اليوم فاقد لي برنامج بين عشيه وضحاها تقول له تهضر في ساميت عندك عندك برنامج ما عندك لا ملاعب ما عندك لا لا اداره انت قلت مدرب كبير اوكي مدرب كبير لنادي كبير لازم له دي, دي كبار لازم لاعبين كبار لازم له يعني امكانيات كبيره، الامكانيات ليس صرف الاموال على رواتب اللاعبين نعم. وتقول بلي عندنا ميزانيه تاع 80 مليار، العيب وشو صار في نادي مولود الجزائر، نتذكر كي كان نوزاري على ليبوك تشفى نصر بويش شفنا على ليبوك 6 موا ولا 8 موا، المولوديه كانت تقدم كره جميله ولكن مع ذلك سراود يعني مباراه فار مع نوزاري، نعم. كان الناس ما يعجبهمش اون ايكيب تكون ستابيليتي، رومارك وساو نوزاري نعم. للرحيل سي فري وعندنا عندنا اتصال هاتفي مع نوزاري هاي فوالا سيتكلم سيتكلم حول لا نعم في نوزاري نوزاري هو الاخر لانه الى امبوزي وي سا ربما مولود الجزائر كانت تلعب احسن كرة قدم مد انا داك نعم بلوس الى امبوزي لونتوراج شكون يكون الى شاسي وفي نهاية المطاف دون وفي نهاية المطاف مشى لانه هذاك نصف موسم لا باسكو هذوك لي جون كيما نقولوا لكن الى ما الى متى تبقى هكا الملوديه حبيت نسقسيك كان سؤال موجه لرفيق لكن وجه لك بصفتك يعني تقني هل تعتقد انه اليوم كوربيس يعني مقتنع باداء اللاعبين وهؤلاء الذين ربما شاهدهم في ليفيستيار يهضر معهم في غرف تغيير الملابس عطونا الصور ايضا مقتنع باللاعبين لاعبين نعم هو يعرف جلهم لا يقول لك تكلم هذاك تكلم حيرش المسؤول قال لك باللي يعرف بعض من اللاعبين نظن اللي يسوي لاكتواليتي كوربيسا ما نساوش يتبع البطوله الجزائريه ما نساوش باللي خدم هنا في في الجزائر وخدم في اتحاد العاصمه لمدة موسمين نعم يلعب يعرف يعرف اللاعبين يعني فردين ولا حتى جماعيين آه ما تخلعوش هذه لاسيتياسيون آه. نعم. نظن باللي آه رونون كوربيس غني عارف. ما على التعريف نعم ما تكلموش على الباسي الجماعه آه تكلموا على بطال هو صح ما كانش خدام على كلها صافي بلوس دو دو سيزون في البطوله الوطنيه تقدر تجري لك يعني تمشي لك في في اسبوع ولا اسبوعين كيما تقدر ثلاثة ثلاث اشهر او اربعه هو دوك واش متفاهم مع الاداره هو انت تكلمت تقول كان حاب اربع سنوات ولا اربع مواسم هما طرحوا عليه موسم ديزاين نعم. دي وكان تكلم فريد عطانا يعني معلومه يعني مش جديده مش قال يعني اول معلومه عم. ربما هنا في البلاطو 8 اكتوبر سيكون حاضر تكلموا حول 45 الف اورو وتقريبا 15 الف يورو اقل من الكراس ما كاينش م... نعم. ما عندهمش مشكل تاع المال ما من... كندير لهم الحساب على اربع سنين نظن باللي مشكل ماش حي هي... نعم اسكو نعم. حاجه أ... انا نبوزيك اسمح لي لا جوبونس ميم نعم. كوربي استغل الفرصه يعني كي تقول تو يتابع على بالي بالوضعيه تاع مولد الجزائر بلي راهي اون كريز Não لي 45000 يورو ما طاوش ميم في في, في ليكيب ناسيونال نعم نا. مي با 20000 يورو نعم وتجي على بال حتى, حتى في اتحاد الجزائر ما كانش يتقدم في يمدوا الشرعيه لنفسهم ويكالمي لي زيسبيري وهذا هو الصراع كل فاسيل هما مخطط لكن لكن السؤال يبقى هل كوربيس هو المنقذ انا نشوفو اسمح لي جانب تقني كي نشوفو كازوني علاش نقول لك كازوني لعب كره جميله ما نقولش ان باساج عابر وجرايح نعم لعب يعني المود لعبت كره جميله ويبني فريق ومحتاج الوقت يعني الامكانيه التروازة. لا دو موا تروا موا فلسفه لعب سو كاسير والمدرب يجي ما عندكش اداره ما عندكش مشروع لا. اليوم واش حابين يديروا جا طونك بومبي ماذا بهم تبدا خليوه تمشي يكملوا لا سيزون مي اون لا ستابيليتي تكون لو بيرمي فيرا سي لا ميم شوز بيس ريبيتيتا نعاودوا راي الانصار هل يستطيع الذين صوتوا في الصفحه الرسميه لقناه نوميديا هل يستطيع المدرب رونان كوربيس اخراج فريق مولوديه الجزائر من ازمه النتائج التي تخبط فيها اعطينا نعم يستطيع لا لا يستطيع كيف كان التصويت اذا والنتيجه <applause> نعم، إذا إذا فيه نتيجة للتصويت تكون متوازنة، تكون متوازنة أظن أنه هنالك تصويت آخر في ظل المشاكل الكبيرة التي يعيشها مولودية الجزائر، هل أتت أو أنت متفائل بعودة الفريق إلى التألق والمنافسة على الألقاب محليا وعربيا؟ إذا التصويت لا يزال متواصل سنعرضه سنعرضه في برنامج الهدرافوت فوت يوم آه. الاثنين يعني ان شاء الله سيواصل التصويت عبر صفحه رسميه لمن يريد ان يصوت يعني تدخل تاع كازون نعم. وش قال لهم؟ قال لهم بروبليم واش فلونترينور نعم انت تجيب لونترينور نعم نعم دون الموند ولا ولا المحادث آه. تاعو خاصه اللي يكونوا يتعاملوا معه ديريكتومون ولا انديريكتومون ما يخلوش يخدم لا لا الاهم لا, الـ لا, الـ الأهم. رولان الكوربيس. لا الكوربيس. لم يتبقى كثير لدينا لدينا تصريح نوزاري ايضا تكلمت حول نوزاري الذي فرض اسلوب لعب جيد في سنوات خالته ولكنه غادر تقريبا بنفس الطريقه التي غادر بها كازوني مع ربما محيط اخر لكنه متعفن ويتشابه مع هذا المحيط اعطونا هذا التصريح الذي كان يعني في اتصال هاتفي ومكالمه مع رئيس القسم الرياضي رياض بالخدم Je mon avis à partir du moment que euh, je ne suis pas sur place. Moi, je parle de Mouvoudia par sympathie, par rapport à ce que j'ai vécu avec. Mais ce mal, que je remarque, c'est que les personnes changent, mais les résultats sont difficiles à obtenir. Le, le, le fait, fait qu'il y ait un propriétaire qui est riche ou autre, ça ne garantit pas les résultats, sinon, ça se saurait. Hein. Regardez les grands clubs qui sont pris par les Qataris ou autres. Ils ne gagnent pas les Coupes d'Europe de suite, hein. il faut du temps. L'important, c'est de trouver le coach qui correspond à la philosophie du club, à la philosophie des Algériens et surtout de ne pas se tromper dans le recrutement. Oh bah euh, C'est un choix euh, euh, extrêmement, extrêmement judicieux. D'abord par rapport à l'expérience de Roland à tous les niveaux, sa connaissance du football, voilà. Mais ça, je pense que peut-être ça serait un handicap. Pourquoi Parce qu'il était à l'USMA. <laughs> Moi, je sais que personnellement, je ne serais pas retourné à l'USMA même s'il m'avait contacté, c'est un pont d'or. Je pense qu'il y a, ouais, mais là, le contexte est différent. Non, non je n'aurais jamais signé du sport. Je pense que je suis pas assez longtemps dans ce club, au euh, Moulodien, mais. Euh, j'ai vécu des moments avec des personnes qui font que j'avais pas fait ça parce que je savais que ça correspondait à une trahison pour eux non je rigole, je rigole. Il, est assez grand, il est assez grand pour savoir ce qu'il va faire hein. enfin quant à la personne choisie pour s'occuper du MCA euh, c'est vrai que ça difficile s'il le trouvait mieux alors non non je donne, non, non, je donne pas de conseils et il a autant, s'il n'a plus d'expérience que moi, à tous les niveaux, il a eu son vécu en Algérie, même si c'était un an Je pense que s'il dit oui, c'est qu'il a dans sa tête des solutions pour rétablir la situation en euh, je, je pas. Vous savez, Roland, c'est un, bon, un très bon communicant, donc il va trouver des les solutions pour. Euh, arriver à être tranquille de ce côté-là. إذا كان هذا رأي روبير نوزاري حول المدرب كوربيس وأيضا الوضع كلمة أخيرة فقط يعني تريد طبل حول ما قاله نوزاري وتلخيص عام فقط. نظن نوزاري هضر هضر على ليكسبيرونس اللي عاشها في الفريق سي با لي ميم بيرسون اللي كان, اللي كان اللي راهم حاليا اللي كانوا مع نعم. مع نوزاري طلب منه رياض باش يعطي على رون كوربيس أكشفت واش قال قال نعم. قال الفيكو تاعو الاكسبيرونس كومونيكون فوالا يقدر يقدر يخرج من هاد من هاد المرحله انا ما جون دوت با باسكو الانسان هذا دار لهاد السيتياسيون وما دخل معاه يعني في فتره يعني, يعني شفنا العمل نعم. تاعو تكلم هو باش يدير شويه النزهه قال لك كان يخدم في الاتحاد العاصمه ولو كان انا يتصلوا بيا ما بالك ما نجيش بصح كانوا يعطوا الشيفله يعطوا 45000 اورو يجي باش يقول لا لا حتى رحت كوربيس يوم من الايام قال لهم ما نخدمش في في اي نادي في الجزائر غير في اتحاد العاصمه نعم. اليوم انا شفناه راه في, في المولود هذا الاموال هذا محترف نعم. ما عندنا ما نقولوا بالنسبه للمستقبل للمستقبل نضرب للمدرب سي لو فيزيبل واحده النتائج هما اللي يقدروا يحميوه نعم ناصر كوربيس غني عن كل تعريف كيما نقولوا بون سي نظن انه اليوم حتى ولو نقولوا طول تسمى فريق قعد لامسي قعد بدون مدرب بدون مدرب شويه طولت شهر. الدعوه شهر جو بونس رولون سي لي انا بيرسونالمون سي لومب دو لا سيتياسيون حتى ولو لانه كيما قال رفيق لو بلوز امبورتون اليوم سي اتر كومونيكون نعم نظن انه كوربيس بتيت لا فورس تاعو سي لا كومونيكاسيون Peut-être que les joueurs. Non, ils vont s'adapter à ces discours. Après, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher aussi. Mais je pense que c'est un bon choix. En Alias, c'est un bon choix. L'impact psychologique, c'est logiquement un peu délicat. Le féré, il a un peu de charme. Certainement, il a un peu de charme. Il a un de سيرتامون الانصار نتائج تاع الفريق راح تتحسن ولكن المشكل او هاجس الكره الجزائريه هو عدم الاستقرار سواء كانت المولوديه او فريق اخر هل آه كوربيس سيبقى اذا قلنا دو ولا 4 بو لا يريد كونترا هل هذا المدرب محكوم عليه يقعد دو الا اذا كانت النتائج هل اذا كان هناك فتره فراغ راح يصيب يعني آه يعني الانصار والاداره ندور ونعاود نقول دائما مشكل الكره الجزائريه في غياب المشروع حقيقي نعم. حتى نبقى نلعب الادوار الاولى ليس على الصعيد المحلي نعم. انما على الصعيد القاري دائما فوالا نعم فريد لست متفائل حقيقة المولودية هي جزء من واقع كرة جزائري مرير ومريض جدا المولودية وبإتيانها بكوربيس كوربيس يجيد علم الكلام يعني يعرف من أين تؤكل الكتف السؤال المطروح هل سوف يكون مسيرو العميد في مستوى كوربيس لا أظن لذلك أظن بأن كوربيس هو مرحلة جديدة في هذا الفريق العريق لكن هذا الفريق العريق سوف لن يخرج من نعم. النفق سواء بكوربيس أو بغيره نعم شكراً فريد خاصة المعلومة حصرية 8 اكتوبر سيكون حاضر هنا ب 45 الف يورو شكرا لك على هذه المعلومه في بلاطو نوميديا هنا في الهضره فوت مشاهدينا وصلنا الى ختام هذا العدد الذي خصصناه لمولوديه الجزائر عائلة 13 في وفاه الصحفي عبد الرحمن بطاش صحفي صور نعم. الاسوار عايزين نخلص عايزين نخلص لعائله بطاش وعبد الحكيم بطاش العزيز محمد عنديات اللي كيني سابق الاتحاد الجزائري من الجزائر وفاة اليوم الوالده ديالو نعم طيب تخو حتى اخو عواج نظن نعم نعم, نعم. وايضا حتى مسؤول الاضاءه هنا ايضا ربي يرحمهم كاع لما توم مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذا العدد من برنامج الهدرا فوت نشكركم على طيب الاصغاء والمتابعه شكرا ايضا للجمهور الحاضر هنا في الاستوديو ولكم ايضا على طيب الاصغاء والمتابعه نلتقي يوم الاثنين مع موضوع هام جدا اذا حول الفساد والرشوه والفضائح والمهازل التي تسيء الى الكره الجزائريه موعدنا يوم الاثنين ان شاء الله انتظرونا ちょっとあんまり。<music>